أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد سبق لشخص أنه كان يخرج الزكاة فيصرفها في بعض مصاريفها وفي عمارة المساجد وإقامة بعض المشاريع الخيرية، ثم علم أنه لا يجوز له إخراجها في غير الثمانية الأصناف، فكيف يفعل بما قد سبق منه في السنوات الماضية؟ يخرج قدر ما أخرجه في المساجد والمشاريع لأنه لا يجزي عن الزكاة، فيخرج بدله، يخرج المبلغ الذي صرفه في المساجد أو في المشاريع، وإن كان لا يعلم مقداره يقدره ويحتاط، قدره ويحتاط، لأن ذمته لم تبرأ من الزكاة إذا وضعت في غير المصارف الثمانية فإنها لا تجزي. نعم.